لو الحكاية فيها إن فيجو. بالنسبة للاستفتاء على دستور العام 2014 حافظة الفيوم، عندنا عدد الموظفين اللي شايفين على اللجان حوالي 3000 موظف، وعدد مؤسسات الطابور 346 موزعين على 346 مركز انتخابي. عدد القضاة 421 قاضي على اللجان الفرعية، وإضافة ليهم قاضي بالنسبة للجنة الوافدين. عدد اللجان العامة في المحافظة سبع لجان، جميعهم في مقرات المحاكم ما عدا مركز يوسف الصديق لا يوجد به محكمة، فتم اختيار مركز شباب يوسف الصديق بجوار الإدارة الزراعية. عدد المراكز الانتخابية في المحافظة 346، عدد المقرات الانتخابية 421، عدد اللجان الفرعية 931 لجنة فرعية، عدد اللجان العامة 7، إجمالي عدد الناخبين في محافظة الفيوم 1,645,921 مواطن. في غرفة عمليات تم تشكيلها باللجنة بالاشتراك مع سيد المحافظ الإقليم، سيد مدير الأمن، والقوات المسلحة، وأجهزة الشرطة، والأجهزة المعنية بحل جميع المشاكل الإدارية لعملية الاستفتاء. وهذا بدأ من حوالي أسبوعين تقريبا، تم أكثر من اجتماع وتم حل هذه المشاكل. المواطن إن شاء الله صباح باكر هيجد شكل جديد حضاري للانتخابات والاستفتاء، من الأوراق، من مقر اللجان نفسها. هي يعني السيد المحافظ عمل لنا حاجة جميلة جداً.